مشاهدي قناة شوف تي في، مرحبا بكم في هذا المباشر. احنا كنتواجدوا في مربع هنا في مدينة الدار البيضاء بالقرب من المسجد الحسن الثاني. هادو اجانب اللي بقاو كياخذوا صور لابناء المدينة القديمة اللي كيعيشوا يوم حار في مدينة الدار البيضاء. كيف كتلاحظوا بان الساكنه ديال المدينه القديمه اللي كيتواجدوا في مدينه الدار البيضاء كلهم كيعلموا ولادهم السباحه من الصغر. فمثلا هذا الاب والابن ديالو الله يحفظه ليه، فنتمنوا ان غير هاد الوليدات يحافظوا على الحياه ديالهم، لان بعض الشباب للاسف فقدوا الحياه ديالهم في هذا المكان بالضبط، لانهم كيقوموا بالقفز من الصور ديال المسجد الحسن الثاني، وبعض المرات كيكون اصطدام مع شخص اخر او اصطدام مع الصخر وكتسبب اما وفاه اما شلل نسبي. فكنتمناو ان هادو الوليدات يعوموا بالعقل ويلعبوا بالعقل، ما كاينلاش داك التنقاز انه كيتسبب في كوارث العائلات. هذا هو البيسين ديال ولاد الشعب، ديال الفقراء، ديال الطبقة الضعيفة. هو هذا بيسين ديال الله، بيسين طبيعي كيتجمعوا فيه جميع السكان ديال المدينة القديمة يوميا، ومازال العدد كيتزاد في العشية ملي كيفيقوا من الناس ملي كيساليو الخدمة ديالهم، فكيجيو يقضيو واحد الوقت جميل هنايا. وليدات صغار تبارك الله وكيعرفوا يعوموا، لأن من الصغر ديالهم كيحلوا عينيهم على المربى معروفة. كيف قلت لكم فاكرين أجانب بقاو مصدومين ملي شافوا هاد الشكل ديال هاد البيسين، كنقولوا لحنا بيسين ياك، وهما كيقولوا له المربى. هذا بيسين فابور طبيعي كيتوجد يعني ما بين الصخور ديال الشاطئ وما بين مسجد الحسن الثاني.